ما هي وظيفة الطحال؟ الطحال مثل اللي يكذب، هذا هو الطحال، كل هذا يسمونه الطحال يعني. كاذب يسمونه كاذب يسمونه الطحال. هو الحيوان المفترس بال شو اسمه؟ حيوان مفترس؟ طحال؟ الطحال المفترس بالحيوان. الطحال يعني كلمة هي أصلا يعني كلمة هي مو زينة تستخدم الألفاظ مو زينة. بس كلمة الطحال، الطحال هو الطحال يجي اكو من عنده زرع يعني شو اسمه داخل الماي يسموه الطحال، واكو الطحال تكرم الروث مال الهوش هم يسموه الطحال. بالنسبة للطحال هي بالنسبة لهاي السوائل يسحبها سوائل سوائل مثل العصائر او البيبسي، وهي هاي البيبسي ترى مؤثرات كلها مؤثرات. شنو وظيفة الطحال الموجود بالجسم؟ ما أدري شنو يعني وظيفة. أنا أسألك شنو وظيفة الطحال؟ والله ما أدري. وظيفة الطحال من الضوج من واحد إيه؟ تقول له طحال. طحال. أي طحال. الطحال هي وظيفة الطحال على مود الشحوم، يذوب الشحوم يعني. الطحال شنو الطحال؟ يعني أنت من الضوج من واحد تقول له ابن الطحال. هي شنو لا؟ ما هي وظيفة الطحال؟ مصارين؟ 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 بالبطن؟ طحال طحال.